للمتابعة ينضم إلينا من بغداد مراسلنا محمد فاضل. محمد ضانا، أكثر في تفاصيل هذا عملية التحرير أو ربما إطلاق السراح، إطلاق سراح هذه الناشطة الألمانية. طبعا هناك الكثير من الروايات تناقلها الشارع العراقي حول عملية إطلاق السراح أو حتى تحرير المختطفة الألمانية، لكن الرواية الرسمية أو الرواية الحكومية تقول بأن القوات الأمنية قامت بتحرير هيلا الألمانية من قبل القوات الأمنية. طبعا لم يذكروا جهة الاعتقال أو جهة الاختطاف وفي أي مكان تمت العملية وكيف تمت العملية، لكنها مجرد خبر أطلق من قبل المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، قال بأن عملية يعني اختطاف الألمانية هيلا قد انتهت وقمنا بتحريرها. الآن هي قد سلمت إلى القائم بالأعمال الألمانية في العراق بشكل رسمي، الآن هي داخل القنصلية أو مكان الاستعلامات الألمانية الموجودة في بغداد. تفاصيل هذه العملية لم تفصح عنها الحكومة العراقية. هناك بعض الناشطين قالوا بأنها ليست عملية تحرير بل إنها عملية إطلاق سراح من قبل جهات غير معلومة أطلقت سراح المختطفة، وأيضا القوات الأمنية وهي قامت بتسليم نفسها إلى القوات الأمنية والذهاب إليهم قبل نقلها إلى القنصل أو القائم بالأعمال الألمانية في العراق. على كل إن هذا الأمر شكل قلقا لدى الناشطين العراقيين هنا، خصوصا الناشطين العراقيين وحتى من جنسيات أخرى، حول وجود عمليات اختطاف تقوم بها جهات غير معلومة ولماذا توقيت هذا الاختطاف وما الهدف من هذا الاختطاف. كل هذه الأمور ما تزال مبهمة، ربما يعني الساعات القليلة المقبلة ستتضح الأمور بشكل أكبر وربما ستظهر بعض المعلومات التي يمكن أن توضح عملية الاختطاف أو عملية إطلاق السراح أو عملية يعني التحرير كما أطلقت عليها الحكومة العراقية. نعم، شكرا لك على هذه التفاصيل. مراسلنا من بغداد محمد فاضل.